تو انا وصلت اللولو، لكن ويش جاي اشتري وايش جاي اسوي يا اخي؟ ترى نسيت. تعال صح، تو انا كيف نسيت؟ جاي عشان عرض نهايه الاسبوع. اللولو كل نهايه اسبوع عندهم عرض 4 ايام، وهذه المره العرض من تاريخ 9 الى تاريخ 12/5. ويش العروض؟ تعالوا معي وخلنا نبدا مع العيوش. عيش الزياره 35 كيلو 18 ريال و900 بيسه. ليك بالمنتج العماني زيت صحار عبوتين لتر ونص، والعبوه الصغيره بريالين و590 بيسه. وهنا وفر مايونيز صحار عبوتين الكبار ب 890 بيسه، وهذا بعد منتج عماني. وشيل لك من فاصوليا المزرعه 12 حبه ريال و890 بيسه. فيليه دقايق الكيلو بريال و190 بيسه. بدانه بيض عماني 30 حبه ريال و490 بيسه. وهذا التين مقفف التركي الكيلو بريالين و500 بيسه. اتوقع اي فاكهه خاطرك فيها بتحصلها موجوده ومتوفره في اللولو هايبر ماركت. وهذا التفاح مال جنوب افريقيا الكيلو ب490 بيسه. هذا بوكس العنب، تعرفوا كم سعره؟ 375 بيسه بس. خذ لك هذا الكيسة الكبيرة صابون صرف 8 كيلو 3 ريال و750 بيسه. سائل غسيل الصحون من سنة عبوتين الحجم الكبير ب975 بيسه. خذ لك 1 لتر من شامبو بنتين بريالين و890 بيسه. سائل استحمام عبوتين بريال و900 بيسه. هذه العروض مدة 4 ايام في جميع افرع لولو هايبر ماركت في سلطنة عمان. حياكم الله، سلامة.